من الأسئلة كتير وصلني، ركان شو الفرق بين الهوت وولت والكولد وولت؟ فبهالفيديو حنشرح بالضبط الفرق بين الهوت وولت والكولد وولت وكيف ممكن نستعمل هاي وشو كيف ممكن نستعمل هاي. فعالسريع قبل ما نبلش لايك شير سبسكرايب ويلا نكمل. طبعا بحب احكي لكم القصص اللي زمان كنا نسمعها، انه والله ابن خالة امي كان عنده 400 حبة بيتكوين على سعر السنت وسنتين وثلاثة. شوفوا حبايبي، معظم الحكي هذا بتلاقي يعني من نوع العكو سليني. احكي لكم ليش، لانه قصة الوالتس اصلا ايامها كان كتير صعبة وما كان اي حدا عنده القدرة انه يفتح والت وعادي وحبي. كتير منصات لا كانت ريجوليشن ولا في KYC وبس حط اي عملة وانسى الوضع. في كتير ناس عملت كتير big mistakes وخذت مصاريها من وراء هلكم شغلة. فضروري تفهموا الفرقية بين الهوت والكولد، والفرقية برضو بين ال decentralized exchanges والcentralized exchanges، والمنصات اللي بنحط فيها مصارينا، شو منصات، شو احسن منصات، شو باثق شو ما اثق. الشغلات هاي جدا مهمة. طيب نحكي عن الهوت والت. هاي والت معظم الاحيان ما فيها KYC اللي هي الريجستريشن، وحط الاي دي تبعك ما اي دي تبعك. بتكون والت اونلاين سهله للتداول او عشان نحول الترانزاكشنز بين المنصات عشان تعرف تستثمر تداول او غيره. والكود والت غير، لانه الكود والت بتلاقيها بلجر معين او بيو اس بي معين، تنحط اوفلاين ما لهاش دخل بالانترنت. ففي حتى ريسك اقل انه حدا يدخل على المحفظة تبعتك، لانه في كتير مشاكل بالهوت والت. ممكن حدا يعمل لك هاكينج على الوالت او يدخلها على ويب سايت مش موثوق ويسحبوا كل المصاري اللي موجوده. فضروري يكون عندكم ميكس بين الهوت والت والكود والت، او بالعربي على فكره الناس اللي مش فاهمه انجليزي، المحفظه السخنه او المحفظه البارده. طبعا بعبر السنين الهوت والتس طوروا وصار فيها سيكوريتي اقوى واقوى، بس ضروري تعرفوا لشو بنستخدمها. طبعا في المنصات زي الميتاماسك، في عندك الرابي الرينبو والباك باك، برضو هدول هوت والتس فيها سهوله جدا انه حدا يستخدمهم ويفهمهم. في منصات ممكن تحمي الهوت والتس طلعت من جديد زي الوالت جارد وريفوك دوت كاش، هدول بيحموا الهوت والتس تبعكم، فضروري تنزلوها. وبرضه من الشغلات اللي بحكي لكم اياها على الهوت والت، حاولوا انكم تفصلوها من منصات معينه كل هون وهون، عشان لو صار في هجوم على منصه معينه او غيرها ما يصير في شيء براس المال اللي انت او انت حطيته بالهوت والت. طبعا النصيحه اللي بعطيها للناس لاي شغله لونج تيرم، هذا حيكون صاحبك اللي هي اللجر اللي ممكن تشتريها. طبعا لاي حدا معاه كمان 100 دولار ما بنصح باللجر، بالهوت والت ارخص له اكيد، ولكن لاي حدا معاه شويه راس مال وحاب يحطها بمكان سيف، هاي من احسن المنصات او الشركات اللي بتقدر تحط مصاريك فيها. وعلى فكره حتلاقوا كل اللينكات بالديسكربشن اندر. طبعا خليني اعطيكم نصيحه عن كل المحافظ هاي، وبرضه كيف ممكن تستخدم المنصات الموجوده الكبيره وتنقل مصاريك بين الوالت وبين المنصات. كم تعرف انه ما في محفظه واحده فيها كل السولوشنز، وهذا اللي موجود حاليا بالعملات الرقميه. وعلى فكره ما تطلعوا على الشغله هاي كشغله نيجاتيف، لانه قد ما تسهلت الامور، قد ما ناس كتير دخلت بالسوق، قد ما حيصير في اقل فرص وفرص عشان انتم تستفيدوا من هالسوق. قد ما كان كومبلكس، قد ما كان ممكن يكون في ارقام اعلى زي الضرب 50 وضرب 100. فالهدف يكون عندي كم من هوت والت على واحده كود والت، وبرضه اكسشينجز او منصات عم بستخدمها. من المنصات اللي انا بحبها اللي فيها التنتين الاكسشينج والوالت هي منصه اوكي اكس. ودائما وابدا لما اشتري عمله بحطها بالوالت تبعت اوكي اكس، بتكون برا منصه اوكي اكس، وهي انا عندي اكسس لها، وحتى منصه اوكي اكس ما عندهم اكسس للوالت تبعتي. طبعا لو بدكم تتداولوا زي متداولين الفيوتشر او السبوت، اكيد ما حتكونوا حاطينها باي من الوالت اللي حكيت عنها اليوم، حتكون محطوطه بمنصه زي اوكي اكس، بايبت، بايننس وغيرها من منصات. طبعا دائما بحط عروض على المنصات اللي بستخدمها، فارجعوا بالكومنتس واضغطوا على منصه اوكي اكس، ودائما كل شهر بكون في جيف اويز معينه، فسجلوا هناك وان شاء الله تدخلوا على قناه التليجرام الخاصه تبعتي، وبتلاقي كل شهر في مسابقه معينه فيكم تكسبوها وان شاء الله تكون من نصيب. انا عارف انه هي معقده بالبدايه، بس لما بلشتوا تستخدموها حتبلشوا تفهموا الفرقيه، وحتبلشوا تشوفوا كيف تنقلوا مصاري من مكان لمكان بطريقه سهله ورخيصه. طلبوا بالكومنتس شغلات صعبه بسهلكم اياها بفيديوهات. نراكم قريبا، والسلام عليكم.